اتفق مع الكوتش هيثم في نقطة. في الهلال مرهق، الهلال بعد التوقف بتاع دوري أبطال آسيا لعب 4 مباريات خارج ملعبه، صح، بداء من الفيحاء، نعم، ثم ضمك ضمك والاتفاق، مؤجلات كان كل مؤجلات، وجلع في نهائي كأس الملك مباراة متعبة جدا، متعبة جدا، وكل المباريات خارج الأرض، بمعنى كان فيها ترحال، نعم، خارج ميدان والآن يعود مرة أخرى لجدة لملاقات الاتحاد بفقد كبير صراحة. وجل اللعيبة الأساسيين بالنسبة للهلال، القائمة الأساسية ما موجودة، بإكمال الصفوف 7 أجانب من أعلى مستوى بالنسبة للاتحاد. صراحة أنا حشوف الاتحاد الهلال حيعاني، نعم، حيعاني. خط دفاع جديد لأول مرة يلعب، ممكن نقول من سنتين مع بعض يلعبوا مع بعض، البليهي و الجحفلي لأول مرة يلعبوا، سعود عبد الحميد لأول مرة يلعب في الجوهرة. أتوقع عودة ياسر الشهراني، الشهراني حيلعب، حيكون في ضغط جمهور، وصراحة الجمهور هو اللي حيسبق، الجمهور هو عايز البطولة صراحة، جمهور الاتحاد بالعطش. والله أنا حشوف إنه الجمهور هو حيكون السلاح الأقوى، إذا لا قدر الله الاتحاد خسر المباراة فالجمهور هو الدافع اللي بيرجع الاتحاد للمباراة. مهر البطولة غالي، نعم، من يبذل مجهود في الملعب ويكون مركز في خلال 90 دقيقة سوف يحصل على اللقب. جميل جدا.